مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكون بخير. هلا التصفيات بعد حقن الفلر عادة بالمجمل لازم ما نضغط على المنطقة المحقونة، مثلا الجو لاين، خط الفك، الدقن، ما لازم نتعرض لأي ضغط. بالموبايل، بالنوم، عادة النوم لازم يكون لمدة أسبوع على الظهر. الوضعية هاي بسموها نومة الجمال، نومة الجمال. تمام، عدم التعرض للحرارة أول كم ساعة بنحط ثلج، أو أول يوم تقريبا كل ساعة لساعتين بنحط لعشر دقائق تقريبا بنطبق ثلج، كمادات ثلج. تمام، لازم ناخذ أول شيء نطبق أنتي باكتيريال كريم أو أوينتمنت حسب المنطقة. ممكن إذا المنطقة الوجه يفضل كريم، إذا الشفاه ممكن كريم وممكن أوينتمنت. أوينتمنت أحيانا أفضل إذا في تشقق، لأنه عادة بعد استطبابات حقن الشفاه هو يكون في تجاعيد أو تشقق بالشفاه، هو فبيرطب الفيلر يعني الهيالورونيك أسيد. طبعا عدم تعرض للحرارة، شرب السوائل بكثرة، النوم مثل ما قلنا ممكن تكون على مخدتين تو بيلوز، ولما بدنا نصلي أول يوم أو يومين ما بنقدم لقدام الصلاة على القاعد. هذا كان المجمل بالنسبة لحقن الفيلر.